السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيبي عندنا. راني في ولاة الغواش خاوتي، راني رايح نشوف هذه شركة أمس. عندي منتوج تقريبا شهر ونص وما جانيش منتوج، بغيت نروح وأمس خاوتي. هذه أمس راه تابعة البريد الجزائري، هذه تكون على بالك ماهيش عندها شركة وحدها، هذه أمس راه من بكري كانت كاينة، تكون على بالكم. وهذه شركة أمس راه تابعة البريد الجزائري، هذه هي تكون مفروغ منها. دوك نشوفو اسكولي وصلنا ولا والو، نجيب نحل أمس. هي لازقة مع البريد الجزائري، يعني كما بالكم نهار الاول طلقة الإشاعة نتاعها كان قالك منتوج يوصل حتى 13 يوم حتى 12 يوم، وبركا ولا يقرب حتى 20 يوم، حتى شهر ونص باش يجيك الكولي. كمان دوك انا يا خاوتي ناديت العام ماضي، الاقواد عندي 70 كيلو، والمنتوج تاعي دوموندي على جاكيت مان ولا على المواد، ولا لازم نروح للولايه نتاعي باش نروح نجيب كولي. هذه هي ثاني خاوت ما عجبتنيش، دوك نروح نسقسيهم ياسكوك جاني منتوج ولا والو. دوك نوريكم فماس لاصقة مع البريد الجزائر، راني قريب لأماس. نقطع الطريق خارجي هذا البريد الجزائر خالتي، كيف الدوران شوفوها خالتي. شوفوا خالتي، هي هذه أمس راه تبع هي البريد الجزائر تبع لابوست، هما دارها أمس. دوك نشوفو الكولي تاعنا نورمال. خاوتي راني سخسيت الأمس، هذه هي تبع البريد الجزائري. خاوتي شتو الفيديو وريتكم من قبل، بعد شوية وريتكم فيديو راه تبع البريد الجزائري، معناها كيما نقولو حنايا بالعامية ربها واحد، معناها مكاش منها، معناها هاي الاخرى هذه في هذه يديروها طك هذا بك. انا من دوموندي المنتوج عنده تقريبا شهر وما جانيش، في امانه قالت البريد سريع، معناها ما كاش منها، معناها هذه في هذه. وحتى الكولي كان ما في جين هاي الماضي خاوتي، هذه شركه تاع شحن اماس قال لك ما نبعثوه لكمش، قال لك روحنا للولايه ما سمعك، معناها على جال منتوج تاع 30000 ولا 40000 نخسر تقريبا 24000 باش نجي الولايه تاعو باش نثبت معايا المنتوج تاعي، معناها خساره. معناها هذه أمس الشيعه. ننصح المتابعين او غير المتابعين خاطر ما تشروش عبره أمس، اشرو البريد العادي غير مسجل، معناها كيما مداري يجيك في لابوست البلدية تاعك ولا في الدايره تاعك، خلي البريد العادي غير مسجل، معناها يجيك مده 15 يوم ولا 20 يوم ولا شهر خير وامان. معناها شوف خيروا معايا، تخيلوا معايا هنايا، تخيلوا انت راك ساكن مثلا نقولوا حنايا عين ماضي، ولا مثلا نقولوا حنايا ساكن في عين ماضي ياك، وهذه عين ماضي بعيد على الولايه تقريبا 300 كيلو ولا 400 كيلو، وانت جاي شيت منتوج تاع مثلا نقولوا حنايا كيتمان تاع معناها نقولوا شيتهم 60000 ولا 50000، معناها من عين ماضي لهذه الولايه معناها تقريبا 400 كيلو ولا 300 كيلو، على جالك سماعات تخسر تقريبا تقول 100000 ولا على جال كيتمان 50000. معناها هنايا مناش نحوسوا نزيدوا نقدموا
احنا مازال حنايا رانا تقريبا روطا تقريبا نقول 20 قرن ولا 30 قرن ولا مش شحال روطا فهمتوا بحال. روح لاوروبا، روح للمغرب، روح لتونس، روح لليبيا. ليبيا قال لي فيها الحرب اللي فيها منكر وراهم يلحقوا المنتجات. في الجزائر طول عرضها شحال عندنا شحال من المساحه، الاجال مش عارف شي، الاجال حياه صغيره يقعد فيها عام باش يجي قرن وزماره. المهم خوتي ننصح للمتابعين او غير متابعين، ما تشريش عبره او ام اس، ما تشريش عبره او ام اس، اشري عن طريق غير المسجل. معناها اشري كيما مضايق وتشري يجيك حتى لابوس نتاعك او البلديه نتاعك. انا دركا قلت لهم ماني دوموندي يسموه المنتوج من علي اكسبريس، قال لك مازال ما لحقش. قلت لهم اسكو معليش ما لحق ليش، يلحق عندكم تبعثوا لي للبلديه تاعي الماضي. قال لي والو، قال لي حيت قافلوا لي هي مش حاجه بعيده، قال ما ماناش نبعثوا لهم. قال لك هو يجي لمنها تقريبا 70 كيلو ولا 80 كيلو على جال السماعات ولا جال خاتم ولا على خاتم تاع في الفراك نجي عليها. والو بارطاجونا هذا الفيديو خاوتي ماكسيموم باش كاع الناس تعرف، باش الدراهم ما يروحوش في باطل، باش منتوجات ما يروحوش في باطل. المهم خاوتي عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وخاصة في جرس يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.